فاري غادي كتبغي واحد الحاله لا يرثى لها. شطات راه كامله محبره، حنا مكرجين التاكسي ديما كنبدلوا النواد مونتيسورا ديما حنا مكرجين. واش حنا في المدينه ولا في العربيه؟ محبره ماشي هي البلاصه. شطات راه كامله محبره، حنا مكرجين التاكسي ديما كنبدلوا النواد مونتيسورا ديما حنا مكرجين. واخا هاد الشارع كدوز منه بالليل هذا؟ ها؟ كدوز من هاد الشارع بالليل؟ ندوز بيه ملي راه مظلمه، فين غدوز؟ ما هي قالوا لك بعدين نهرسوا لك جاج، فين غدوز؟ كتخافوا من الكريساج من هنا؟ هو علاه لا؟ ما نخافوش على روسنا. الطوموبيل كيفاش كدوزوا مع هاد ال الطوموبيل راه كيدوز مجورين وصاير دزتي دزتي بالليل ما دزتي جور تيضربوا بالحجار ولا كتخرج؟ وكنخرجوا راه كنشوفوا الا كنخرجوا بيس راه فينا. شحال من عام ولي تقريبا ليا هكا الطريق؟ وراه ملي بدات هي ديما مكرسه ماشي شي سنين هذه ولا اربعه هي تفرجت كاع ما بقاش. شنو رسالتك للمسؤولين؟ رسالتك شنو هي للمسؤولين؟ رسالة المسؤولين الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا هادشي اللي كنقولوا. كندوز منا وكنحاول ايفيتا حيتاش ماشي ديال دوز منا. شوف بلاصه في راسها كبيره وعامره بالفاري وعاد بليل ما كيكونوش فيها الكواو نهائيا، يعني ماشي اي واحد كيقدر يدوز منا. زعما مكرفسين واحد الدرجه ما كتصورش. كنتمنى المسؤولين يحاولوا يقادوا وصافي. كدوز دابا انت بطوموبيلتك هناك واش كتحسي؟ كندوز بالطوموبيل تاعي كنمشي بها مكرفصه. حفاري حفاري غادي كتبغي واحد الحاله لا يرثى لها. واخا الاناره كيفاش بالليل كدوزي من هنا؟ ما كاينش الضو نهائيا. انا قلت لك كنحاول ايدي تاع على قبل هاد المشكل اللي فيها. بالليل ما كدوزيش واحد الخاجي نطولو غير باش من باش من باش نايدي تاع الحفاري وهاد الشيء. ما كاينش الضو، ما كاينش. شوف الطريق كيفاش مديره، ما غاد شوف شوف الطريق كلها محفره. كلمتك مع اختي ما كنقدروش ندوزو، كيكون واحد المشكل. اولا ما كانش الاناره، كيكون حتى الكريساج ما كنقدروش ندوزو على حساب الكريساج. كيكون الكريساج هنا كيكون بزاف. رسالتكم للمسؤولين شنو تقولوا لهم؟ الله يهديهم وكنتمنى يقادوا هاد الطريق، راه حيت زعما كارثه وصافي. كنتمنى زعما كاينه يقادوها، راه بزاف راه مكرفصه بحال الدرجه ما كتصورش. كنتمنوا من المسؤولين يشوفوا فهادشي خصوصا هاد الشارع، لان هنا ولا كاين البنايات بزاف، كاين البنايات كاين بزاف الحوايج. على يشوفوا يحاولوا يديروا الاناره ويقادوا هاد الطريق خاصهم يقادوها. شكرا لكم، سمحوا لينا سمحوا لينا وقفناكم. العفو، مرحبا. السلام عليكم. سير بخير هاني صحة. الله يبارك فيك خويا. هاد انت شيفور ديال السائق ديال الطاكسيك، كدوز ديما من هنا هاد الشارع؟ ديما الاغلبيه كندوز من هنا. كيفاش كيجيك هاد الشارع؟ هو مكرفص شويه، خاص شويه الخدمه، خاص الخدمه. بالليل كيفاش كتلقاه؟ هو بالليل راه ريسك وتغامر. من ناحيه اش؟ من ناحيه كتوقف هنايا في رومي الحفار برط كريس كندوزوش حنا بالليل من هنايا كاع الاغلبيه. مول الطاكسي ما كيدوش من هنا بالليل. تخافوا على راسكم ولا بيان سي؟ ودابا ربما هذا شارع رئيسي، فين كيربط؟ راه زوين كيربط ما بين سميتو ما بين الشارع ديال طريق مراكش. كيربط ما يفتح الخير، عنده دور اخويا، عنده دور. يعني الطوموبيلات كياكلوا عندكم العصا كل شيء. رسالتك للمسؤولين شنو غتقول لهم؟ راه كل شيء راه كيشوف، ما المسؤول ما كيدوش من هنايا. هي السطات كلها اخويا مكرفصه، السطات كلها خاصه الخدمه. وحنا تتشوف راه السكوس وكل شيء والحفاري دابا الا جيتي دابا مواطنين قلت لك ندوز ديني شي بلاصه من هنا مثلا في العشيه ولا شي حاجه تهزني؟ لا بالليل، لا بالليل، لا بالنهار تمشي بالليل خطيره. لا لا الله، شكرا لك خويا. الله يحفظك. هاني الله يسهل خويا. الله يسهل عليكم، طريق السلامه. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. بخير هاني. بخير. الله يبارك فيك مولاي. شكرا. اصوات قول لي كنشوفك جاي هنا دابا، رمتي الطريق، خرجتي على الشونطي، دخلتي البيس، شنو السبب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا يوميا كرتاد المقطع هذا باش كنطلع لواحد السنه ديالي يلاه كنصوب فيها، ولكن مع الاسف كنعيش واحد المأساة هنايا في هذا المقطع، ولا طلعنا من جهه ولا تحيد ثاني جهه مقطع اخر. ما شاء الله، واش هاد الناس ما كيشوفوش؟ هاد الناس المنتخبون ما كيطلعوش لهنا؟ واش ما كيدوروش في المدينه؟ واش ما كيعرفوش المتاعب اللي كيتعرض لها المواطن السطاتي؟ هاد
هاد المجرات الحفاري هادشي راه كلهم عندهم طوم. شحال مره كدوز من النهار تقريبا؟ راه كندوز ثلاث خطرات اربعه كنطلع من هنايا، كنطلع بالصباع ونعاود نهود مع 12 ونطلع مع الجوج ونعاود نهود ثاني مع الثلاث، ولكن مع الاسف كنتهضروا باش يتصاوب هادشي ما تصاوبش الشيء اللي كنضطروا من اجله باش نخرجوا على نخرجوا للقارعه ديال الطريق باش ما نطيحوش في دوك الحفاري. راه المونتيسورات راه لي سيلان بلوك، راه بزاف ديال الحوايج في السيارات هي كتولي خاصها الصيانه. ما فهمتش باللي كدوز من هنا ما يحج في نفسي انا هو ملي كنمشي لشي مدن اللي هي اقل حجما من 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 من, من مدينه سطات اللي هي اول بلديه في المغرب، اول من اوائل البلديات في المغرب، كنشوف شي طرقات كيفاش كيتصاوبوا ما شاء الله. والله العظيم كتجينا الغيره كنوليو باغيين نتفرقوا، كنوليو باغيين نتفرقوا. وهاد الناس واش كنحضروا لهم حتى الدورات؟ راه ما عمرهم برمجوا. يلا برمجوا مؤخرا برمجوا شي حضرتي الدوره؟ حضرت لها برمجوا شي اصلاحات بواحد المقدار، ما عرفتش انا شحال ديال المقدار، ولكن واش هذاك المقدار اللي برمجوا واش غادي قد كاع السطات اللي هي كل حفاري زيد عليهم هاد الحفره اللي كاينه هنا؟ هذا راه ماشي عبره، هذه راه كطيب ما رغم ان راه الناس كيجيو يعمروها بالتراب، كيجيو يعمروها بالتراب، ولكن دائما كتقطع حفار اللي خصها اصلاحات. شحال من كيلومتر في هذا الطريق هذا الشارع؟ تقريبا هذا المقطع هذا راه فيه تقريبا شي كيلومتر ونص ولا جوج. كله كحفاري؟ ها؟ كله حفاري؟ كل حفاري وما كيشطوا بالليل الا واحد المقطع اللي هو قدام مفتاح الخير، قدام فين ديك البلاصه اللي كانوا مديرين فيها المكتب ديالهم، كاين تما واحد المقطع اللي هو طاول، اما الشيء الاخر ما كاينش. كدوز من هنا بالليل؟ وكندوز بالليل ولكن بالاحتياط، بالاحتياط، رغم ان بعض الخطرات كنجبروا دوي، هذا الشيء ما كيمنعش ان الدوريات ديال الامن الوطني مشكورين انهم كيديروا دوريات هنايا كيديروا بالليل، ولكن داك الشيء سخر الله، راه كدوز كوك، كدوز كوك. ما لهذا انا كنطلب من السيد العامل مشكورا وجهوا له نداء من 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 واحد المواطن اللي ساكن في السطات وكيغير على السطات، كنوجه له نداء انه يعطي التعليمات ديالو الصارمه لوجهه البلديه على ان هذا المقطع يتصاوب بموازاه مع المقاطع الاخرى اللي كاينه في المدينه. راه مدينتنا هذه عايشين فيها على الاقل، راه الطرقات راه مهمه، راه اللي كيجي كيبغي يستثمر هنا راه اول حاجه كيشوف الطرقات، كيشوف الطرقات ومن بعدها كيشوف الامن. الامن كاين في المدينه، الناس خدامين، ما كنقولش ما خدامين، رغم شساعة المدينه، المدينه راه مشات لهاد الجهه ومشات لهاد الجهه. اذا هاد المسائل هادي هو راه كان من المفروض انه دار دائره هنا بمفتاح الخير، دائره امنيه دار هنا، خلال ربما خاويه الدنيا. لا راه كيفاش خاويه؟ حيت اللي كتب لينا خاويه داك الشيء. لا مفتاح الخير راه عمر، ولكن هاد البلاصه دايره شارع رئيسي راه كيطلع المفتاح الخير وكيطلع الحي السلف، كيطلع الحي السلف وكيخرج حتى للمدينه. اللي جاي من مراكش ولا باغي يمشي للدكاله راه كيدوز مع هاد الشارع، علاش غيدخل وسط المدينه؟ اذا هاد الشارع توا راه مهم، توا مهم، خاصو يتصاوب. حنا ما كنطلبوش اي المستحيل، كنطلبو هادشي، وما كنبخسوش العمل ديالهم. صوبوا اسيدي ونشجعوكم، صوبوا ونصفقوا لكم، ولكن ما تصوبوا حتى حاجه وتبقوا تجيو عندنا تقولوا لنا اجيو ملي تجي الانتخابات، والله ما ينظموا. واخا انا سولتك انت بما انك انت ولد السطات وهضرتي لي على مدينه السطات وهضرتي لي على شي حوايج، انا سولتك على القنطره اللي كاينه هنا ديال لاكار ديال التريال. القنطره هذه الناس اللي ساهرين عليها وباغيين ينجزوها مشكورين، يعني ابتداء من الرئيس السابق اللي هو عبد الرحمن. لا اسم دا اسم. الرئيس السابق ديال المجلس البلدي اللي هو اللي اشر اللي وقع على المشروع، رغم ان كانت هذيك الساعه خاصها تحط الفلوس ديال البلديه تحط في هذاك الوقت وتجمعوا دوك المساهمين يجمعوا الفلوس وتصوب الدافع، راه كان معطيها 18 شهر كانت معطيها، ولكن دابا هي معطله، وما شوف الناس ما يركبوش على واحد الانجاز راه واقف عليه السيد العامل، راه واقف عليه. ما يبقاش شي واحد يجي يقول لنا راه حنا راه غنصوب القنطره راه كاينين جوج، وهاد القنطرات راهم كانوا منتظرين هذا تقريبا واحد صافي دو ديسوني اللي كانوا خصهم يداروا. فهمتي رسالتك الاخيره؟ رسالتي الاخيره هذه المسائل هذه اللي كتنجز دابا، اذا كانت غتنجز القنطره مزيانه وفي اسرع الوقت غادي ينجزوها، ولكن راه ما كنستناوش هاد الطرقات اللي كاينه هنا ما تستناوهاش، حتى هي خصها تصاوب، ويلا صوبوا راه كيصوبوا مدينتهم،
ما كيصاوبوش شي حاجه. حنا ما طلبناهمش انهم يصوروا لنا شي حاجه ديالنا حنا ولا يمدوا لنا ليات المساعده ديالنا حنا. راه ما عندنا ما نطلبوا فيهم، ما نطلبوا حتى واحد، ما نطلبوا حتى حنا. عندنا رزقنا، عندنا المنضه ديالنا باش عايشين ديال التقاعد، وليداتنا قريناهم مشاو دبروا على روسهم الروسهم. راه ما نطلبوا حتى واحد، حتى واحد ما نطلبوا. وما هادشي اللي طلبنا جينا طلبنا ولا شي حاجه اللي هي ماشي قانونيه سيطونا للحبس. الزقه فيك تقلتي لي على كتكمل داكشي اللي قلت لكم على داك المقطع اللي كان قدام المستودع ديال شركه نظافه. ها المقطع الثاني حتى هو ها هو كتشوفوا كيفاش كيدوز السيارات. ها انتم كتشوفوا كيفاش كنكرروا النداء ديال المجلس البلدي باش هذا المقطع حتى هو يدخلوه في الاصلاحات، يدخلوه في الاصلاحات، الاصلاحات تكون عاجله، لان راكم كتشوفوا والله ما بيدينا حيل على هادشي. هاد ما طلبتي من الناس الثقافيين باش تورينا هاد المقطع هذا كيتضح ليا بعيني، كان دابا ليا مساله اخرى ديال الشارع، بان الشارع ما فيهش كاع حتى الاناره من الراس. ما كايناش الاناره، الاناره قلت لكم راه كاينه غير المقطع اللي كاين، لكن داك المقطع اللي كان قدام مفتاح الخير انفاس مع المكتب ديال البيع ديالهم، وريك صوبتوا داك الاناره، صوبتوا ديك الشركه. اما الشيء الاخر ما مصوبش، ما كاينش الاناره، الاناره ما كايناش. فهذا الشارع تا هو خصو الاناره يدخلوه في دابا قريب الاحياء دابا هاد البلاصه هادي، وكتشوفي يعني راه نقطه سوداء دابا. راه مقطع اللي كيطلعوا مع الناس، كيطلعوا مع الناس خصو يكون واحد الاناره، تكون فيه اناره. حنا راه واش حنا في مدينه ولا في العربيه؟ هذا التساؤل انا كنوضعو. اذا كانت المدينه راه خص المدينه تكون ضاويه وتكون كذا، وراه نصفقوا لهم. راه الا داروا شي انجاز راه اول من يصفق الانجاز هو هاد العبد المذنب قدامكم. انا كان غير على السطات، انا السطات عايش بها، ما بقاش لي في العمر ديالي ما الله سبحانه وتعالى اللي عالم داكشي، ولكن بغيت نشوف انا المدينه ديالي بواحد العله اللي هي تكون كتعجب. والا صوبوها راه غادي يكون واحد 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 الانجاز قاموا به هما. واش شحال ديال المجالس دازت هاد الشارع ما داوش فيه؟ راه ما يمكنش. كنعاودو نكرروا النداء ديالنا للسيد العامل باش يوقف على هادشي، حيت ملي كيوقف السيد العامل راه السيد العامل مشكور كيوقف عليهم، راه كيعطي التعليمات راه كتجدد. هما راهم ناعسين بصراحه، صراحه راه ماشي بيت الشارع، اولا كيتعاملوا عليه صراحه. هي دي الا كانوا كيتعاملوا عليه حنا كنوقفوا فيهم، كانوا عارفينه يصوبوه، كانوا ما عندهمش قدرات يقولوها، يقولوا بانه راه بالنسبه لي مع ان الباقي استخلاصهم في هذه المدينه يعدوا بالملايير. ما كاديرش يدخلوا هاد الفلوس اللي كيتسالوا لعباد الله، يدخلوا ويصوبوا هادشي. لا 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 ما كنعرف انا حتى واحد اللي كنتسالوا شي حاجه، راه كاين المساطر القانونيه يجيب لي الفلوس ندخل نمي المداخل ديال الجماعه. وشكرا. شكرا لك. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.